بزاف 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 غتشوفوا معايا الطريقه ديالها. ما كتحتاجش بزاف ديال الوقت وما كتحتاجش بزاف ديال المكونات وكتجي بنينه ورائعه في المنظر. انا غادي نقدم لكم ان شاء الله هذه الوصفه اليوم وكنتمنى تعجبكم. ندوزوا للطريقه. بالنسبه للمقادير غادي ديروا على حسب الكميه اللي بغيتوا. انا هنا درت نص سيترون، يعني غتعطيني بوغ 3 أو 4 ديال الناس. نتوما الا بغيتوا اكثر اولا الا بغيتوا ديروا الوراق الكبار بزاف غادي ديروا يطرون اولا اكثر، شوفوا نتوما غتبازاو على هاد نص سيترون. انا خديت هنا نص سيترون ديال الحليب وخديت المسكه الحره، خديت منها 3 أو 4 ديال الحبات، ما تكثروش منها. غادي نزيد السكر، هنا درت 2 معالق. انا بالنسبه ليا السكر ما كيعجبنيش بزاف الحلاوه بزاف، دونك نتوما تيبقى الاختيار ديال كل واحد. الا بغيتوا هاد يجيكم حلو اكثر زيدوا السكر اكثر، كيبقى الاختيار ديال كل واحد. وهنايا غادي نزيد 2 معالق ديال المايزينا، وغادي نخلطو مزيان حتى تذوب لينا المايزينا في الحليب. غادي نزيد ملح ديال البيضه. هي الوصفه الاصيليه ما فيهاش البيض، ولكن الناس عاودوها وزادوا فيها وطوروا فيها. البيض ولا كيدار فيها لانه كيعطي واحد القوام كريمي وكيخلي لا كريم تعقاد وكتجي بنينه وحتى القوام ديالها تيكون زوين. دونك كيبقى اختياري اللي بغى يديرها، اللي ما بغاهاش ماشي مشكل. من بعد ما خلطنا كلشي مزيان غادي نحطوها فوق العافيه وغادي نديرو عافيه مهيله بيان ايفيدامون، وغادي نواصلوا التحريك حتى تختار لينا لاكريم. هي بصراحه ما كاين ما احسن من الورقه ديال المغرب، ولكن غنقضيو باللي كاين. لقيت هاد لا مارك ديال ساميا اللي كيصايبوا هاد لي في دو بريك، وغادي نقصوا عليا تماره لان اصلا دايرينهم صغار وانا داكشي اللي بغيت، وبغيت شي حاجه لي صغيره. دونك هادي هي اللي غادي نستعمل. لا كريم وجدات مي بدات تتقال بحال هكا، حنا بغيناش حاجه اللي تكون كريميه ولكن ما تكونش ثقيله بزاف. غادي نطفي عليها وغادي نزيد 2 معالق كبار ديال الماء زهر، وغادي نخلط مزيان حتى يدخلنا داك الماء زهر مع لا كريم، وغادي نحطوها تبرد وندوزو نصايبو الورقه. غادي ناخذ مقله اللي فيها الزيت سخونه بطبيعه الحال، وغادي نبداو نقليو في الورقه. كما شفتوا بمجرد ما كنحط الورقه كيكون عندي مغرفه وكنبدا نضغط عليها باش ما تشكلش وما تكمش، وحنا بغينا الورقه تكون بحال هكا مطلوقه. وما كنقلبوهاش لان الزيت كيطلع عليها وكتحمر بجوج جوانب. ان فوا تاخذ لينا داك اللون الذهبي الزوين بلا ما تكون محمره بزاف لان الورقه دغيا كتكرمل، غادي نحيدوها ونقليو اللي باقي. كاين اللي كيديرها في الفران كتكون صحيه اكثر، ولكن ما كتكونش القرمشه ديال الزيت. انا كنفضل الزيت، يعني مره نصفي بليزير علاش لا. غنكونو حاطين شي صفايا ولا كسكاس ولا اللي كان. ان فوا طيب غادي نحيدوها ونحطوها تسقطر باش تحيد منها الزيت الزايد، ونكمل هكا حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. بعد ما ساليت الكميه ديال الورقه اللي عندي ولا كريم واجده وبارده، غادي نبدا في التقديم. سواء دايرين شي حاجه اللي كبيره اللي غادي ياكلوا فيها العائله كامله، يعني الورقه البستيك اللي كنعرفوا بالكبر ديالها، اولا درتو وحيدين صغار يعني غيتنكلو فرديين، اولا شي حاجه اللي مويه بحال هكا، غادي ديروا نفس الطريقه. غادي ناخذ ورقه ونديروا شويه ديال لاصوص اولا لا كريم، وندردرو شويه ديال اللوز اختياري. كاين اللي ما تيبغيش يدير اللوز بين الورقات، انا كنديرو اللوز. هنايا خديتو وسلقتو وقشرتو، خليتو ليله كامله بايت بنفس الطريقه ديال البسطيله، وتنشف ومنيح تجيتو غير كميه صغيره زعما قليله، ماشي شي حاجه اللي كثيره، 100 غرام تقريبا راه تقدر تكفيكو. وقليتو وهرمشتو، يعني ما حماشي طحنتو كامل، غير هرمشتو. وكندير ما بين ورقه ورقه شويه لاصوص او لا
لا كريم وكنرش اللوز وكنكمل بحال هكا حتى كنسالي الورق اللي عندي كامله. ممكن ديروا 10 ولا 12 ورقه اللي بغيتوا. ما تخافوش من الورقه اللي كتكون بحال هكا مقليه، راه ملي كتكون ما مقاداش في الحطه راه هذيك لا كريم كتهبطها. وان فوا تبان لكم ما مقاداش غادي غير تضغطوا عليها ضغطه خفيفه ماشي تهرسوها من الفوق، غادي تشد الشكل اللي بغيتوا اللي ما تكونش مايله او لا معوجة. هنا بغيت نوريكم القوام ديال لاكريم كي تيكون، ما خصوش يكون جاري اكثر من هكا باش ما يفزكش لينا ويرطب لينا الورقه، وما غاديش تصبر حتى ناكلوها مقرمشه، وما خصهاش تكون عاقده اكثر من القياس باش ما تجيناش حاجه اللي مدقصه ثقيله على المعده. هكا خصها تكون، يعني حنا كنحركوا ان فوا تبدا تعقد نطفيو عليها، من بعد راه هي كتعقد راسها. وكما قلت لكم ما تخافوش من الشكل ديالها، راه لاكريم كترطبها وكتقاد بوحديتها، كتبقى غاده وكتهبط حتى كتشد الشكل اللي هو زوين ما كيبقاش عشوائي. غادي نختاروا ورقه اللي تكون زوينه، هي اللي غنخليوها اخر وحده كما كتشوفوا، وما غاديش تكون معوجه وتكون محمره مزيان وما مهرساش. وغادي نديروا لاكريم بزايد، يعني اللي بقى لينا غادي نزيدو، وغادي نديروا لاكريم من الجناب باش تجي نازله بحال هكا على الاخرين. وغادي ندير اللوز مزيان، يعني غندرتر عليها اللوز حتى نغطي الوجه ديالها. وانا هنا اختاريت يعني هذيك اضافه، زدت هنايا شويه ديال البيستاج غير باش نعطي اللون. ممكن ما ديروش او لا ديروش حاجه اخرى او لا تخليو غير اللوز. البيستاج انا هنايا غير حمرته وطحنته شي شويه، خليته مهرمش، وكما كتشوفوا كندورو على الجوانب باش نعطي الشكل شي شويه يكون زوين. وعريشه ديال النعناع ضروري كيتواتى مع جوهره، ما يمكنش ما يكونش فيها عريشه ديال النعناع. وجوهره كتواتى بزاف مع لي فوي روج. انا هنا درت اون فريز قطعتها بحال هكا باش نعطي منظر زوين، وحتى لا كولور ديال الاحمر والخضر كتجي زوينه. وهذه هي جوهره، الديسير اللي كلشي تيعرفوه عريق في المطبخ المغربي. اون فوا نصايبوها كخصها تقدم مباشره باش نقدو نستمتعوا بداك القرمشه اللي فيها. كنتمنى تكون عجباتكم وتجربوها، واذا عجباتكم بيان سور ما تنساوش تخليو لي لايك. واذا كنتو اول مره كتشوفوا القناه مرحبا بكم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. مرحبا بكم، كنقول لكم من هنا حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله، تبقوا على خير.